السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. تفضل، الله يغفر لي ولك. الله يحفظك ويبارك فيك. عندي كم سؤال لو سمحت. سل عما بدلك. الله يجزاك خير. أسأل حضرتك عن أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل صيغة اللهم صل وسلم على نبينا محمد أو اللهم صل وسلم على نبيك محمد وردت؟ أولاً كوني أقول لك أفضل صيغة لا أستطيعه ولا يستطيعه غيري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه عدة صيغ بأسانيد ثوابت، والذي اختاره كثير من العلماء في الصلاة على النبي داخل الصلاة، داخل الصلاة حديث كعب بن عجرة: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. ولكن هناك عدة صيغ أخر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية الإجزاء، فالله لما قال للنبي: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، كيف ترجمها النبي إلى عمل أو إلى قول؟ كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم، قال: اللهم صل على آل أبي أوف. فأنا إذا قلت اللهم صل على محمد امتثلت قوله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم، امتثلت كذلك، بارك الله فيك.